أفضل لاعبين كرة قدم في تاريخ المغرب. الترتيب: رقم 23 خالد العسكري، الرقم 22 سفيان رحيمي، الرقم 21 أحمد رضا التكناوتي، الرقم 20 ياسين الخروبي، الرقم 19 نادر المياغري، الرقم 18 منير محمدي، الرقم 17 عز الدين أوناحي، الرقم 16 سفيان بوفال، الرقم 15 أنس الزنيتي، الرقم 14 إدريس بن زكري، الرقم 13 خليل عزمي، الرقم 12 حكيم زياش، الرقم 11 صلاح الدين بصير. وترقبوا الجزء الثاني، أفضل 10 لاعبين كرة قدم في تاريخ المغرب. لا تنسى الضغط على زر إعجاب ومتابعة القناة.